تبارك الله تيجي دوب في الفم والله الا المسكه ها انت وحق الله الا المسكه بالله شوف 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 الزبده شتيها شوف 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 تبارك الله بديع والقياس تاع هما موجودين ها هما انا على البراد وبصحه وراحه وتنتمنوا شويه ديال الدجاج تفاعلوا مع القناه معتبر بليجيم وبارطاج بارطاج جينا لهاد الشجره تنزبروها ومنها نقطعوا واحد العود فاش نديروا الدجاج ديالنا ان شاء الله نديروا الدجاج باش نزلوا الحفره ومنها نزبروها السلام عليكم كي دايرين بخير تنتمنى من الله تكونوا بخير جبنا لكم واحد الفيديو اخر بالنسبه لهاد الدجاج في الحفره راه فايت الفيديوهات ديالهم ولكن تيجي كل مره تيجي عندي شي صديق تيقول لك عاودوا لينا وعادي نعاودوا لكم بالتفصيل الممل باش تشوفوا وتشوفوا الشكل تشوفوا كي كيدنجي طر شحال من وقت تيسولني تيقول لك كي درتي لهادي كي درتي تنحتاجوا الشحمه هذه الشحمه راه معروفه جلد الطواره ها هي بسم الله تنحتاجو الدجاج يكون سمين باش ما تدخلش عليه العافيه ها هو وهذه الاعشاب المنسمه عندك سكنجبير غني عن التعريف ورق سيدنا موسى السودانيه والثومه والبزار حبوب هادشي اللي تنحتاجو هنا الازير ها هو ازير هاتي الريحه هادو بالنسبه لي الاعشاب المنسمه تنديرو ونصطو ونشرعو دابا في العمليه بسم الله هاد الشجانة بسم الله ها هو راه مغسول تبارك الله بالماء والملحه راه واحد الغسيله الدجاج بالنسبه للدجاج الدجاج هذا الرومي لا بيتي يجي زين هو الغسيل الا ما تغسلش مزيان انا ما يعطيكش بسم الله تنحتاجو ها هو سكنجبير نديرو ليه واحد جويجه هكا ديروا الثومه ديروا شويه البزار ورق سيدنا موسى واحد جوج سودانيات نديروهم ليه وسطو ونجيبوا واحد شويه ديال الازير تنسمو حتى هو وعادي نكلكموه في الشحمه دابا بسم الله تنجيبو واحد كما تنعرفو حنا بينا نديرو كلشي بلدي وكلشي بسميتو من الطبيعه تنجيبو واحد هذا ديال الشجر النخيل هو باش بينا نعودو ما نديروش الخيط الفيديوهات اللي سبقو كنت ندير فيهم الخيط هذا بينا نديرو كلشي بلدي بلا خيط بلا والو كلشي تيعطينا البنه تبارك الله نعاودو بحال هكا نعاودو نجيبو تاني نعاودو من هاد الجهة الأخرى نجمعوه كاملو هاكا وعادي نخشوه هنا في هاد العود نكملو بعدا هاد الدجاج ديالنا لاخر كيف العادة تا هو شوية البزار شوية التومة شوية الجبير
شوية الأزير. نشرعو دابا في العملية. هانتا هو كي تيجي تبارك الله داكشي كنديروه من الداخل. ودابا لي دام ديالو هو الشحمة. هي هادي هي هادي هي هي على التأكيد هي هاد الشحمة. إيه غادي نديرو الله تبارك الله. هادي هادي دابا درناها لهادي اللي عزيز علينا عمرناها انت هكا تبارك الله. تنجيبو واحد القتيب كيما هادو راه درنا لهم كاملهم تنجيبو القتيب هكا باش يدخل ليدام باش يدخل هذاك ليدام والبنة جات هذا المرحلة ديال بوجميل. أنا نعم سيدي أنا دابا كتقطع ماشي بحال هذوك راه اللي مزيانين. انا نعم سيدي ما كاين غير الطبر عاره ليا العود عندك وقف السي ابراهيم انا بلاش بسم الله انا السي ابراهيم تابعني على الدجاج ها هو نعم سيدي بسم الله انا شد مزيان بسم الله بسم الله بسم الله حط فوق هنا عاود ركب لها ديال شد السي ابراهيم شد والدجاج الا بينا نخشيو في العود خاص هاد رجليه يكونوا الفوق باش هذاك الحشوه ما تطيح ليناش ومي تنخشيو دجاجه بحال هكا هانتوما مي تندير دجاجه هكا تندير وحده تنخشيها وتنخشي الاخرى هكا مي تنجي لي رجليه فوق حط الفوق حط كما سبقت قلت انه تنديروا الدجاج هكا الفوق رجليه باش دابا ملي تيكون فوق هذا ملي تقطر هاد الشحمه هادي تتقطر هكا تدخل لهذا تتعاود نسمو ديما واحد يتسقى بواحد ما ومن هالحشوه تبقى لداخل حيد هذا السي ابراهيم صافي رن هذيك الخشبه الاخرى هذا نشا اعطيني السي خالد شد السي خالد لا كاتين دير لي شي حاجه هنا هذا بيت ما كتبيتش شفتي دابا نشوف كنديرو انا نعبدو ايوا واخا نعبدو مزيان غادي نديرو ليه شي خشيبات ما باش ما يتسلم لا نعبدو اجا السي ابراهيم زيد شد عندك حتى هنا شي دابا كي داخل واحد الله يعطيك الصحه السي ابراهيم لا خبره نعطيك الصحة ندوزين هادشي في المان ندوشي لا في الحرم ما يطلع كنا في الاتحاد السوفيتي سير 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 انزل حاسة شي حاجة بزاف خليه دابا شو واش نديرو ليه هذه هي الدجاجة اللي كدرنا ليها هذه هي اللي بغينا نعطيو السي ابراهيم نحطوها ليه قدامو ان شاء الله السي خالد عطيه فكر فيك السي خالد ما عندك ما تسالو صافي خليها هكا اكلها هكا غادي نطلعها شوية دابا كنعقدوها من هنا نعقدوها غادي نجيب لكم دابا هاد الدجاجة هو ديالنا ملي قديناه
نمشي نشوفو دابا نقادو نشوفو الحفرة اللي بينا نطيبوه فيها. بسم الله ها هي الحفرة ديالتنا ها هي. نجيبو دابا الدجاج نحطوه. يلا دابا يلا معنا نحطوه. بسم الله يا نجيبو الاخر. هو بسم الله ودابا نغطيو عليه. نقلوه ما تسف يا جماعه. غيس دابا اللي بنا نسدو به الحفره قالت لينا بسم الله. حيت هاد الجل سنحاولو يطيبيه بالصاد ما تيش بالعافيه. هو باش تيطيب بالصاد ما تيتحرق ما والو وتيستافد في الطياب ديالو تيطيب مزيان. واش عيدي تعطلتي؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. محمد ناس يوم مرتدين انا وين وين علاش فخرينا من التريكو الفوق. لا لا ما تخافش. لا هادي مش جستيال. لا هادي تخلي على جستي راه دابا هادي راه دابا راه حنا في واحد الشكل راه طرسينا من تحت. دابا شوف بابا دابا زوينا باش تنطرو على داك الشيء. ما عطاوش المهندس هاد السي ابراهيم. المهندس ما قادش هذاك الشيء. بغيتي دير لي بحال هكا تنرجع ونشوف شي كرت بلان. لا بحال هكا بحال هكا خاص تجي روان. دابا هذيك اللي خارجه ما تسدش. هذيك اللي خارجه خاص تسدها. سدينا عليها هو جلجناها هكا بالغيس ما يكونش الدخان طالع. الا كان الدخان طالع راه العمليه ما ناجحاش. الا بغيتي العمليه تنجح عليك هو الدخان ما يطلعش يطيب هذاك الشيء في الصاج. هو واحد ثلاثة السوايع دابا ان شاء الله ثلاثة السوايع بالكمال وكمال نحلو عليه ونشوفوا الشكل النهائي ديالنا. يلا يلا دابا شوفوا معايا من داز تبارك الله داز ثلاثة السوايع غادي نحلو عليه دابا. بسم الله ها هو هذاك الشيء راه بقى الغيس تسق عليه. من حيدنا التراب غادي بسم الله نشوف شوف باقي هادشي شعله فيه العافيه تبارك الله. ها الشكل النهائي ها هو. يا سخون خاصها شي حاجه. ها هو كيجيش تبارك الله. وا شميتي الريحه شوف يا زير. يا زير بسم الله فوق الله. هذا حمتك دي عمتك. صافي خلي شوف شوف تبارك الله. شوف هذا الشيء كيجي خليها هكا يعني نخليها الحاج هكا هادي هما يضحك واخا
صافي خليه هكا. واحد ايوا هو انا تبارك الله انا هذاك الشيء شتي كي يدير هذا تيتفرد تاع بوحدو مسكين ها طايب واش من مسكين تيتفرد راسو تبارك الله شي سخون انت سخون الحال سخون وصافي تبارك الله تيجي دوب في الفم والله الا المسكه ها انت وحق الله الا المسكه بالله شو 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 الزبده شتيها شو 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 تبارك الله بديها ورقي يوسف تاع هما موجودين ها هما انا على البراد وبالصحه وراحه وتنتمناو شويه ديال الدجاج تفاعلوا مع القناه معتبر بليجيم وبارطاج بارطاج